اهلا بيكم في فيديو جديد وحلقة جديدة. النهاردة هنلعب لعبة Natural Disaster Survival في روبلوكس. ودلوقتي هنبتدي. ثاني نشيل بتاع دي. ماشي بس كده نكمل. نلعب. ايه ده؟ ما هذا؟ ماشي تعالوا نتجاهل هذا الشيء ونشوف. سيفتي سكند. ماشي هذا الدور. انت معاه بالونة. ماشي اما نروح. هي. لو بقيت هتعور. يعني انا بقول لو وقعت هتعور وعمال اقع. يطلع بقى يطلع بقى. الجو شكله وحش. انا هدخل هنا. معرفش ادخل هنا. انا مش عارف ادخل هنا ازاي. استخبى هنا. اي لا 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 مش عايزة اقع. اني مش عايزة اقع. اني مش عايزة اقع. اني عايزة ادخل هنا. افضل هنا بس كده. هنا شكله مكان امن. نقعد هنا. هنا شكله مش مكان آمن. ده احنا في أمان ولا ايه؟ نقعد هنا. هنا المكان شكله كويس. ماشي انا لسه عايش. هنشوف هفضل عايش لوقت طويل ولا لا. يا نهاري خدتش بالي ان في خرم هنا. ماشي اذا انا ممكن اموت. احنا في مصيبة. هي ايه ده؟ ازيك عامل ايه؟ انا بيني وبينك حيطة او شباك ازاز حاجة كده. ايه ده؟ انا ليه بتعور؟ ليه بتعور؟ لا 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 انا قربت اموت. لا 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 لا. هو انا اللي بيحصل لي؟ احنا بنتهز شكلنا بنقع. هذا المكان. ايه ده؟ انا عايش بس يعني الهيلث بتاعي ما رجعش. هل هفضل عايش لوقت طويل؟ إنني لا أعرف. ماشي. أيوة أنا هدخل في الصاروخ. انا هدخل في الصاروخ. انا طالع عشان ادخل في الصاروخ. انا داخل في الصاروخ. انا داخل في الصاروخ. احب ادخل في الصواريخ عشان كده. فانا داخل في الصاروخ. ايوه انا قاعد في الصاروخ كده. هنطير. هنطير صح ولا ايه؟ ماشي. انا في فوق. انا عايزه اقعد على اللي جوه كده عشان اشوف. يبقى الشباك جنبي. استنى تعالوا نعمل كده عشان نحس ان احنا جواها. انا جواها. ميه يعني هيغرق واحنا هنطير. نشوف هنطير ولا لا. احنا بنطير. اذا احنا بنطير. احنا بنطير. ماشي احنا في امان. لو احنا بنطير يبقى احنا في امان. ده اللي انا شايفه. احنا في الهواء. احنا بنطير. هي تيري ري 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 تير ري 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 تيري ري 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 ري. احسن انا ما ننطش عشان لو نطيت انا ممكن اموت. انا يتهيالي عمري ما ركبت السفينة دي وفضلت عايش جواها. او لو حصلت بقالي كتير. ماشي
هذا رائع. أوه أنا عايش. رائع. إيه ده؟ إحنا هنفضل نصير؟ هنفضل نصير؟ هنفضل نصير؟ شكلنا كده هنفضل نصير، مش هنفضل نصير لوقت طويل يعني. هو هقعد أقع لوقت طويل. هل هعمل سبون معاهم ولا هفضل أقع؟ عملت سبون بس مت من الأول. الرخامة دي. ماشي. ها هيتها وهيجيلهم جو وحش وانا لأ، عشان انا هنا، مع ان المفروض يجيلنا جو وحش بس انا هنا، فانا مش هيجيلي جو وحش. طب استنى، تعالوا نكتشف. واو، تفاحة بتمانين روبكس. واو، اصلا انا معايا روبكس كتير قوي وههتم بيه اصلا. ايه يعني ايه الشعر ده؟ كان زمان بيبقى فيه تكسو بتاعه. التكس ده كان يعني، ده قبل ما العب روبلوكس، بس يعني من اللي انا اعرفه كنتوا بتجيبوه بان انتوا تلعبوا روبلوكس، مش بان انتوا تدفعوا لشركة روبلوكس. فيعني الروبوكس ده عملة وحشة، التكس احلى. كان في حاجات ببلاش في روبلوكس كانت بالتكس، عشان التكس كان سهل انه يتجاب، واول ما الروبوكس ظهر كنتوا تقدروا تحولوا التكس بتاعكم لروبوكس من اللي انا اعرفه. فيعني موضوع كبير، فتحنا موضوع على الفاضي. ماشي، اما نكمل نلعب. بس يعني هنعمل ايه غير ان احنا نتكلم؟ احنا يعني مش في الدور، فمش مفيش حاجة مميزة اوي. احنا نتكلم. ماشي، نتفرج. اسامي بالونة بتمانين روبوكس. واو، ده احنا يمكن عندنا البالونة بقى اقل من 10 جنيه، يمكن حوالي يجيلها البالونة الواحدة. بس احنا ما بنجيبش بالونة واحدة يعني، معظم الوقت احنا معظم الوقت بنجيب كيس مليان بلالين وبنقعد ننفخ. بس ده مليان هيليوم، البلاستيك بتاعها شكله خفيف. لو فرقعت دي يبقى حرام بقى، ما بتفرقعش في روبلوكس بس يعني برضو. ماشي. ماشي، يعني ندخل بقى الدور الجاي صح ولا ايه؟ ايه ده؟ واو، شايفين ده علبة وبينط. بصوا بيمشي ازاي. جاوبك كويس. ايه ده؟ ده طويل، اسمه فيرنو. نروح للفيريو ستيشن. بحب الاماكن دي، عارفين تبقوا كده مثلا رايحين مصيف او رايحين رحلة مع اسرتكم بقى، عشان الرحلة بتاخد وقت طويل، تقفوا شوية تاخدوا بنزين للعربية، وممكن تجيبوا كذا حاجة كده تاكلوها وانتوا في العربية. بيبقى موضوع لذيذ. جو وحش، انا كويس ان انا جوه هنا. تهيألي هيبقى اسد رينا او حاجة كده ولا. جو شكله وحش، انا هفضل جوه. هو مش اسد ولا رين، مش هتمطر يعني. انا حاسس ان هيبقى فيه ويند او حاجة كده. انتوا تقدروا تسوقوا العربيات؟ انا اول مرة اعرف. مش عايز. stay in shelter. ماشي، احنا في الشيلتر. ننزل تحت، تحت أمن أنا حاسس. بس أنا عندي سؤال، هو ازاي دخل لجوه من غير ما يكسر المكان؟ يعني لو دخل جوه هيكسر المكان أكيد، يعني ممكن يكون جاي من جوه هنا. يعني هو بيكسر المكان بس الجزء ده مش متكسر، فازاي؟ ماشي معاك، هو شكله طاير من بره. احنا بنلعب لعبة يعني، لازم تبقى واقعية يعني. هي نقعد. مايكروويف. اوه كده بقت واقعية اوي. في تلج على الارض، كرسي عليه تلج.
قطع زي الليجو، بس دي مش ليجو، دي قطع روبلوكس. روبلوكس اصلا يعني كانت المفروض يبقى شكلها حاجة زي الليجو، بس على مدار السنين بدأت تبقى شكلها مش زي ما هي كانت. بخلينا واقعيين بزيادة، ايه يعني ايه ايه ده يعني، هما مش معمولين عشان يبقوا كده، هما معمولين عشان يبقى شكلهم زي كده. انا عشان كده عامل نفسي كده، انا بحب اشكالهم القديمة، بيبقى شكلهم حلو، بيبقى شكلهم زي الليجو كده، صح؟ مش كده شكلهم احلى؟ ايوه كده برضو، يعني شايفين ده اللي هو الشكل الاول ما بتعملوا اكاونت، بصوا شكله حلو ازاي. هنفضل هنا لقد ايه؟ هما اشمعنى احنا ما طلعناش فوق واحنا نعيش هنا؟ ازيك يا كب كي اوه ايه ليه؟ لا انا كنت جوه، ايه الشر ده؟ ايه الشر ده؟ ماشي نطلع فوق، الجو شكله كويس، يمكن يحتاج ان نطلع فوق فعلا. انا مش عايزة اطلع فوق هنا، انا عايزة اطلع فوق المكان التاني. هطلع فوق الناحية التانية، انا خايف احتاج انزل، عشان لو انا نزلت هكون ضيعت هلس على الفاضي. واتش ذا سكاي، انت كبر، هي هننزل تحت. اي اتعورت، عايزين ننزل في امان، بس انا قربت اموت فلازم نخلي بالنا. ركبني معاك، اوعى تقتل نفسك ارجوك، ركبني معاك. شكرا يا صاحبي. الموضوع مش مخيف للدرجة دي، احنا بس قاعدين بنقعد عشان دي لعبة، فأكيد مش هيبقى مخيف قد ما يبقى على الحقيقة ان احنا نبقى على جزيرة صغيرة فيها مزرعة. مزرعة يعني ليه يبقى في مزرعة على جزيرة صغيرة؟ لو في مزرعة على جزيرة صغيرة هيبقى صعب ان هي يترح لها ونجيب محاصيل او لحمة او قطن، يعني الحاجات دي كلها يبقى صعب ان هي تتجاب، هنحتاج مراكب، فالموضوع هيبقى معقد. وانا مت، ما اعرفش ايه اللي سبب وفاتي، انا بس توفيت. ماشي دلوقتي، باي يا اصحابي، يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش لايك وكومنت وشير وسبسكرايب عشان يوصل ليكم مزيد من فيديوهاتنا. باي.